Can you help me? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Is there a good restaurant around here? اين يوجد هنا مطعم جيد؟ اين يوجد هنا مطعم جيد؟ Take a left at the corner. اذهب لجهه اليسار عند الزاويه. اذهب لجهه اليسار عند الزاويه then go straight for a while ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم then go right for a ثم اذهب لجهه اليمين مئة متر. ثم اذهب لجهة اليمين مئة متر. You can also take the bus. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. You can also take the tram. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. You can also follow me with your car. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. How do I get to the soccer stadium? كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف اصل الى استاد كرة القدم؟ cross the bridge اقطع الجسر اقطع الجسر go through the tunnel اعبر النفق اعبر النفق drive until you reach the third traffic light سر حتى ثالث اشاره ضوئيه سر حتى ثالث اشاره ضوئيه then turn into the first street on your right ثم انعطف يمينا عند اول شارع ثم انعطف يمينا عند اول شارع Then drive straight through the next intersection. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Excuse me. How do I get to the airport? من فضلك كيف اصل الى المطار؟ من فضلك كيف اصل الى المطار It is best if you take the subway الافضل ان تاخذ المترو الافضل ان تاخذ المترو Simply get out at the last stop اركب ببساطه حتى اخر محطه اركب ببساطه حتى اخر محطه